سنة 2014. هذا اليوم قامت لجنة تقييم تابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى بزيارة تفقدية للمنشآت والتجهيزات الرياضية لمدينة الرباط. حسن الحريري والميلودي بومليك. أضحى ملتقى محمد السادس لألعاب القوى من العلامات المضيئة في برنامج الاتحاد الدولي لألعاب القوى. نجاحات هذا الملتقى السنوي فاقت كل التوقعات، مما ألزم الاتحاد الدولي على الاعتماد عليه في الأجندة الدولية. الحضور البارز لنجوم ألعاب القوى العالمية والتنظيم الجيد في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي يصنف الأجمل إفريقيا وعربيا استدعى من الاتحاد الدولي أن ينظم كأس القارات 2014 بالمغرب إما بالرباط أو مراكش. لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى قامت هذا اليوم بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية وتجهيزات اللوجستيكية والبنية التحتية لمدينة الرباط تأهبا لاحتضان مسابقة كأس القارات لسنة 2014. عدة شروحات قدمت من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى السيد عبد السلام حيزون ومختلف أطول المغربية بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. هذا المجمع حظي بإعجاب الاتحاد الدولي لألعاب القوى. نحن هنا في مهمة تقييمية لأن المغرب مرشح لتنظيم أرقى التظاهرات العالمية كأس العالم للقارات التي ستقام سنة 2014. سنقيم مدينتين متميزتين الرباط ومراكش، كما سنقوم برصد البنيات التحتية وتجهيزات لوجستيكية. ألعاب القوى المغربية ما تزال محط إعجاب الكل، وهذا ما يقره الكاتب العام حول العمل الاحترافي للجامعة. جامعة نموذجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. نتوفر على 212 جامعة عبر العالم. أتمنى من هذه الجامعات أن تحدو حدو الجامعة الملكية المغربية التي تتوفر على أطر كفأة وعلى قوة الإرادة والطموح للرفع من مستوى ألعاب القوى. لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى سوف تعاين أيضا حلبة الملعب الجديد بمدينة مراكش، وسوف يحسم في أمر المدينة المستضيفة لكأس القارات 2014 بعد إنجاز تقارير عن مدينتي الرباط ومراكش. المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اعتمد المغرب مرشحا رسميا وحيدا عقب انتهاء أجل إيداع ملفات الترشيح منتصف مارس الماضي.